مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. طبعا في البداية بنعتذر لحضراتكم على اللي حصل امبارح خلال الحلقة، طلعنا فاصل ما رجعناش للأسف لأن الظروف كلها كانت خارجة عن إرادتنا. كان الموضوع بسيط في الحقيقة، عبارة عن ماس كهربائي، كان الموضوع لسه في أوله وإحنا على الهواء قاعدين، وكان معايا أستاذ خالد عامر الصحفي بموقع أس الأسبانية، وكنا بنتكلم في الحياة في العموم وعن النادي الأهلي وكل حاجة، والأمور كانت كويسة مفيش مشكلة، لكن ببساطة جدا لأن الكلام كتير طلع على المشكلة اللي حصلت امبارح، هي مشكلة خارجة عن الإرادة تماما. الموضوع ببساطة إحنا قاعدين، عبارة عن حاجة وقعت ورا الديكور اللي على شمالي ده، زي لمبة كده مثلا، أكيد سخنة طبعا لأن كانت منورة، مسكت في حاجة تانية، حصل ماس كهربائي، الموضوع كان ابتدى يكبر، كل ده وإحنا على الهوا في الحقيقة برضه. بس وموضوع اتلم، احنا قاعدين نتكلم لقيت الناس بتجري ورا الكاميرا، انا استغربت قلت الناس دي بتعمل كده ليه، احنا مش على الهوا يا جماعه ولا احنا في ايه المشكله؟ لكن طلع الموضوع كان عباره عن ماس كهربائي، وفي الحقيقه اداره القناه طلعت بيان امبارح بالليل بعد هذه المشكله، ومشكله وعدت الحمد لله، ما قدرناش ان احنا نطلع بالليل من خلال برامج القناه، وكان في اصرار بالمناسبه من رئيس القناه ان تطلع البرامج بشكل طبيعي، منع للقيله والقال اللي كان بيحصل امبارح على السوشيال ميديا وبعض الاخبار اللي نزلت عن قناه النادي الاهلي، والقناه بالتحديد الامور فيها ماشيه بشكل كويس جدا، وكل ما قيل هو مجرد اشاعات واجتهادات. في الحقيقه احنا دايما بنطلع ندافع عن اخبار النادي الاهلي والاخبار اللي بتتكتب عن النادي الاهلي، المره دي احنا طالعين بندافع عن قناه النادي الاهلي، وحقيقي فعلا مفيش اي مشكله خالص، الامور عاديه وبسيطه، واحنا متواجدين معاكم اهو على الهواء حلقه جديده من كلام في الميديا، وهنستمر معاكم. امبارح طبعا بعد ما كان في اصرار ان يكون في برنامج الساعه 11 بالليل مع زميلي العزيز الكابتن اسلام الشاطر، رئيس القناه ايضا فضل ان ما يكونش في البرنامج ده حفاظا على صحه العاملين في القناه واللي موجودين في البلاتو، لان كان في دخنه في الحقيقه شويه ناتجه عن هذا الماس الكهربائي، لكن الامور الحمد لله عدت ومفيش اي اصابات ولا اي خسائر، والدنيا زي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، الدنيا كويسه جدا الحمد لله. أزمة وعدت، هتفضل قناة النادي الأهلي دايما في المقدمة، هتفضل تغطي كل أخبار النادي الأهلي بشكل مستمر. النهاردة في برامج أعتقد، يعني أعتقد بعدها في كلام في الميديا، لا بعد كلام في الميديا يعني في الأهلي الليلة، بعد كده بالليل أعتقد في ملك وكتابة، طبعا هذا البرنامج الهام جدا في ملعب الأشبال كمان. طيب فعموما الدنيا كويسة الحمد لله. طيب حلقة جديدة من كلام في الميديا، كلام كتير كالعادة هيكون مهم، أخبار أكتر عن النادي الأهلي سواء في الصحف أو في المواقع، بس الأهم دايما خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. لجنة التخطيط تواصل اجتماعاتها لحسم ملف المدير الفني. الفريق الأول يعود للتدريبات غدا استعدادا لبطل غينيا الاستوائية. الأهلي يتواصل مع سفارة مصر بغينيا الاستوائية للتعرف على كانو سبورت. ربيعة يجري أشعة لتحديد مدة غيابه عن الأهلي. اتحاد الكرة يخاطب الأندية للمشاركة في تكاليف تقنية الفيديو. اللجنة المؤقتة تلتزم بتوجيهات الدولة في اختيار مدرب المنتخب. صلاح في التشكيل المثالي بالجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي. طيب كالعادة أخبار كتير جدا على النادي الأهلي، وكلام في الفترة دي بالتحديد على مين؟ على المدير الفني، وآخر أخبار المدير الفني إيه؟ وإمتى النادي الأهلي هيعلن؟ خلينا نقول لحضراتكم في إجازة سريع، هانت خلاص، الموضوع قرب بشكل كبير جدا، الإعلان قرب بشكل كبير جدا عن مدير فني هيكون مناسب قوي للنادي الأهلي خلال الفترة الجاية، وبإذن الله إن شاء الله يقود النادي الأهلي لانتصارات وبطولات عديدة زي ما الجمهور الأهلاوي دايما متعود. ملف مهم قوي والناس شغالة عليه بشكل كويس جدا في النادي بصراحة، وسري للغاية،
والنقطة دي بالتحديد أنا عايز أتكلم فيها، لأن موضوع أن كل يوم بتسمعه أسماء جديدة مختلفة مكررة، جنسيات مختلفة، تقريبا كل الأسماء اتطرحت، كل الأسماء اللي ممكن تدرب النادي الأهلي أو اللي ممكن يكون فيه حديث عنها خلال الفترة الحالية اتطرحت كلها في مختلف الصحف والمواقع وكل حاجة، والإعلام المرئي والمسموع وكل حاجة. فبالتالي وارد أن يطلع اسم من كل الأسماء اللي اتقالت دي، يعني كل الأسماء في الدنيا اتقالت بصراحة، وارد أن يطلع اسم منهم، ووارد جدا أن يكون اسم مختلف تماما ما تمش تناوله في الإعلام بشكل كامل يعني. فهنشوف خلال ساعات بإذن الله الموضوع هيحسم، وخلال ساعات بإذن الله النادي الأهلي وارد جدا أن هو يعلن عن مدير فني جديد للفترة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. فعموما إن شاء الله هنقول لحضرتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كل ما هو رسمي وجديد في خصوص هذا الملف بالتحديد. ده جزء مهم حبينا نعلق عليه في أول الحلقة، لأن طبعا الحديث دايما عن موضوع المدير الفني وشيء طبيعي يعني، لأن مدير فني لنادي كبير وزي النادي الأهلي يعني بشكل طبيعي. لكن الأهم خلينا نروح نشوف إيه اللي اتكتب على النادي الأهلي في الصحف النهاردة، يلا بينا. الأهلي يتكتم على مدرب عالمي، والشناوي يتمسك بالرحيل، قيد سعد سمير ومحمد محمود في القائمة المحلية، تأجيل موقف كريم نيدفيد وحسم عروض وليد أزار. الوفد، الأهلي يفاضل بين أطوري ودوراتي وينتظر إشارة زوران، محاولات لتسويق أزارو، عرض أخير لموليكا وثنائي أورلاندو خارج السور. المصري اليوم، الأهلي يعرض أزارو للإعارة تجنبا لبيعه بأقل من قيمته التسويقية. الشروق، الأهلي يفتح المزاد على بيع أزارو، النادي يحدد 5 ملايين دولار على الأقل لرحيله نهائيا، اقتراح بإعارته مقابل 1 مليون دولار، والمهاجم المغربي يرفض العودة من بلاده لحين تحديد مصيره. هنعلق. الأهرام، أزارو يجمع متعلقاته قبل الرحيل عن الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد لدور 32 والمدرب الجديد في علم الغيب. ماشي. الدستور، وفد من الأهلي في الكونغو لحسم صفقة موليكا مقابل 2 مليون دولار. النساء، الأهلي يبحث أسرار كانو سبورت الغيني، يوسف يطلب تقريرا عن الفريق المنافس ويستأنف المران غدا. الجمهورية، بسبب كثرة المدربين الأجانب المرشحين لقيادة الفريق، الأهلي محتار في الاختيار. الأخبار، البرازيلي ريكاردو على أعتاب خلافة لاسارتي في الأهلي، قضية اختلاس تبعد ماميتش وأجاي في طريقه للرحيل. أخبار كثيرة مهمة طبعاً عن النادي الأهلي كالعادة في الصحف. خلينا نبتدي بالوطن، والكلام هتلاقيه مكرر شوية في مختلف الجرايد يعني، بالتحديد على موضوع وليد أزارو يعني. فأنا هحاول ألم القصة كلها كده في تعليق واحد بس، نقرأ الأول خبر الوطن. الأهلي يتكتم على مدرب عالمي، بنسبة كبيرة ده مش بنسبة كبيرة، ده دي سمة النادي الأهلي، دايماً بيكون في تكتم على الأمور اللي بيحاول يخلصها، بنفوجئ بالمدير الفني الجديد او بلعيب بتتعاقد معاه، كل هذه الامور من خلال سياسه النادي الاهلي، وده شيء مميز في الحقيقه بيقوم بيه المسؤولين في النادي. الشناوي يتمسك بالرحيل ليه؟ طيب هيتمسك بالرحيل ليه؟ ما طبعا فيش الكلام ده خالص خالص يعني. الشناوي نجم كبير وحارس كبير جدا، وبالمناسبه عشان البعض يقول لك اصل هو بيتمسك بالرحيل عشان جاله عروض وعشان هو نفسه ياخد تجربه الاحتراف، هو محترف في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت مفيش اي عروض جت ليه محمد الشناوي. فاجتهادات كلها او كلام يعني، ممكن يكون في كلام وكلام بشيء طبيعي يعني ومنطقي وارد جدا، لكن في نفس الوقت مفيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي بخصوص محمد الشناوي. في نفس الوقت اللاعب متمسك بتواجده في النادي الاهلي، موضوع لو جالك عرض رسمي ممكن يبقى فيه مناقشه من الاداره من اللاعب، الكلام من ده وارد يعني، لكن
كل اللي نقدر نقوله ان الشناوي مكمل مع النادي الاهلي، الشناوي موجود وماشي بشكل كويس جدا مع الفريق، واحد النجوم الكبار في الكره المصريه بشكل عام كحارس مرمى والحارس الاول في مصر. فكلام مش حقيقي اطلاقا، موجود محمد الشناوي مع النادي الاهلي، مش بيتمسك بالرحيل خالص على فكره يعني. كده سعد سمير ومحمد محمود في القائمه المحليه، ده الاقرب في الحقيقه. ليه؟ لان محمد محمود خلاص قاب قوسين او ادنى من العوده للتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، بيشارك لبعض الاجزاء كده في التدريبات، طبعا اليومين او الثلاثه دول اجازه، لكن قبل كده كان في تدريبات بيشارك فيها حاجات قليله كده، بيخش تدريجيا يعني في مران النادي الاهلي الجماعي، قدامه اسبوعين وهيخش في التدريبات بشكل كامل بشكل طبيعي ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للاعيب منتظر ونجم كبير زي محمد محمود ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره الجايه، بالتالي هو الاقرب ان هو متواجد في القائمه المحليه. حضراتكم عارفين ان القائمه ناقص فيها اربع اماكن ممكن تأيد فيهم اربع لاعبين الاقرب، واحنا لو تفتكروا حضراتكم في حلقه من الحلقات اتكلمنا عن الاسماء الاقرب، فعلا محمد محمود وسعد سمير هم الاقرب. ليه؟ لان هم خلاص بيشفوا تماما من الاصابه. سعد سمير كمان الاصابه اللي كانت عنده في الركبه اقل من 10 ايام وهيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، فبالتالي هم فعلا الاقرب للقيد في القائمه المحليه. تاجيل موقف كريم نيدفيد ده بسبب الاصابه، وبالمناسبه عشان بعض ممكن يقول لك ايه احنا هنا بنطلع في البرنامج نقول عكس كل الاخبار اللي بتتقال عن النادي الاهلي، لا احنا بنقول خبر اهو حقيقي يعني، خبر من جريده الوطن في الحقيقه بيقولوا كلام بنسبه كبيره الكلام ده صح ومنطقي يعني. فتأجيل موقف كريم نيدفيد بسبب الإصابة، لسه مش عارفين كريم نيدفيد هيرجع من الإصابة دي خلال قد إيه، هو في ألمانيا هيرجع خلاص آخر الأسبوع ده تقريبا، وبعدين نعرف المدة الخاصة بغياب كريم نيدفيد، بناء على هذه المدة هيتم تحديد مدى إمكانية تأجيل قيد كريم نيدفيد لشهر يناير، لأنه ممكن يكون هياخد لسه وقت في العلاج، فهأيده أعمل بيه إيه دلوقتي، فاهم قصدي؟ فبالتالي ممكن هو يتم قيده في شهر يناير، هنشوف ده كله لما يرجع كريم نيدفيد بالتقرير بتاعه من المانيا، ويتم التواصل ما بين الاطباء هنا وفي المانيا، طبيب النادي الاهلي كمان بالتحديد. حسم عروض وليد ازارو، هنا بقى الاختلاف يعني. وهتلاقي كده ايه في الوفد عندك بيتكلموا على ازارو، تمام؟ وفي المصري اليوم بيتكلموا على ازارو، ادي ثلاثة. وفي الشروق بيتكلموا على ازارو، ادي أربعة. وفي الاهرام ازارو، خمسة. فين تاني؟ في هم خمس اخبار معنا. طب حلو يعني عدد كويس، خمس اخبار عن ازار، كتير جدا كلام على ازار، كتير قوي. والجزئيه دي بصراحه احنا علقنا عليها امبارح بشكل كبير ومفصل، وهنعلق عليها تاني بمناسبه طبعا كميه الاخبار المكتوبه عن هذا اللاعب يعني في الحقيقه. طيب ازارو لعيب مهم، مفيش كلام على الجزئيه دي، في غضب من ازارو طبعا، في غضب من الجماهير بسبب ازارو، لكن في نفس الوقت الغضب ده ليه؟ عشان مصلحه الفريق، عشان مصلحه النادي الاهلي، ما فيهاش حاجه، لكن لازم في شعره كده صغيره ما بين الغضب اللي ممكن ياثر على الفريق والغضب اللي ممكن يدي دافع اكبر للاعب زي ازارو ان هو يتالق ويبقى في الاخر في مصلحه الفريق. فبالتالي الغضب الافضل، الافضل يعني، واكيد حضراتكم تتفقوا معايا في هذه الجزئيه، الافضل ان هو يكون غضب محسوب. محسوب ازاي؟ ان انا الومك يا ازارو عشان اديك الدافع القوي ان انت ترجع ازارو بتاع اول سنه. ازارو ما تنسوش اللي جاب 18 جون في بطوله الدوري في اول موسم ليه، هداف الدوري واكتر لاعب اجنبي جاب اهداف في موسم واحد في بطوله الدوري. يعني فيش لاعب اجنبي في موسم واحد وصل ل 18 جون في الدوري بس، لا ده جاب كمان جوان في كل البطولات، جاب في السوبر لو تفتكروا مع المصري، وجاب في كاس مصر اهداف، وجاب في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي وصلنا فيها للنهائي مع الوداد جاب ايضا اهداف حوالي خمسه او سته اهداف، يعني كان ده في الفريق على فكره في الوقت ده. فاذا هل اللاعب عنده الامكانيات؟ عنده طبعا الامكانيات. هل عنده الشخصيه؟ عنده الشخصيه. السلبيه اللي عنده ايه؟ اضاعه الفرص، حقيقه دي سلبيه عنده، بس هتعالج؟ اه هتعالج طبعا من خلال المدير الفني. الجهاز الفني هو المسؤول عن معالجة هذه السلبية، دي حقيقة، كلام ما فيهوش أي غبار يعني، ما فيهوش أي حد يقدر يقول غير كده. طبعًا المدير الفني أو الجهاز الفني لازم يتعامل مع الجزئية دي. في جهاز فني دلوقتي، في كابتن محمد يوسف، ولسه هيجي جهاز فني جديد. مدير فني بالتحديد يعني جديد عشان يبقى كلامي واضح. أكيد هيشتغلوا مع أزارو على الموضوع ده، ما تنساش أزارو مقيد محليًا ومقيد أفريقيًا. أزارو لو تفتكروا حضراتكم، وانا هنا مش بدافع عن ازارو لمجرد ان هو لعيب في النادي الاهلي لازم ان احنا ندافع عنه، لا مفيش الكلام ده على فكره خالص خالص يعني. الدفاع على ازارو
علشان الفرقه، وان انا ما ينفعش ان انا اقعد اهبط من معنويات لاعب لسه موجود عندي في القايمه، موجود معايا من ضمن 26 لعيب حتى الان محليا وافريقيا، وليد ازارو. ما تنسوش بقى اللي انا كنت عايز اقوله، ان ازارو لو تفتكروا حضراتكم نهائي الترجي لما لعب مباراه الذهاب وحصلت المشكله وبتاع والايقاف المخطط ليه اللي حصل مع وليد ازارو، وتم ايقافه عن مباراه الاياب امام الترجي اللي خسرناها هناك وخسرنا اللقب بالتالي. يعني الكلام كان ايه ساعتها؟ كان الناس زعلانه جدا، جمهور النادي الاهلي العظيم كان زعلان جدا جدا. كل جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم في الحقيقه، وحقهم ان هم يزعلوا، حقهم. من غير الجمهور ده ما فيش نادي، ده شيء طبيعي. لكن في نفس الوقت ساعتها الاهلي تاثر بغياب وليد ازار، تاثرنا طبعا بغياب وليد ازار، كان في غضب وزعل ان ازار مش هيلعب الماتش ده، وازاي الاتحاد الافريقي وازاي صدر عقوبه بسرعه كده واصدر عقوبه بسرعه كده والكلام من ده. هو ده وليد ازار. لكن وارد في نفس الوقت ان هو مستواه يقل، ما يبقاش فيه توفيق، يبقى فيه عدم ثقه. هو فعلا بيعاني من كل هذه الامور دلوقتي، لكن المؤكد ان هو بيمتلك الامكانيات والشخصيه بتاعه النادي الاهلي بدليل اول موسم، والموسم اللي فات يمكن غاب شويه بسبب الاصابات يعني. فالحل ايه؟ الحل ان احنا نقف جنب اللعيب، الحل ان احنا نسنده عشان مصلحه الفريق وعلشان احنا واثقين في امكانياته. وانا عارف ان في ناس كتير جدا من جمهور النادي الاهلي ممكن يكونوا بيتفقوا مع هذا الاتجاه يعني، لكن لحد دلوقتي لا فيه عروض جات لوليد ازار. ماشي، واحده واحده بقى، هو بنرد ايه على الاخبار يعني. الوطن قالت لك ايه؟ عروض لوليد ازار، مفيش اي عرض رسمي جه لوليد ازار. وحتى لو جه عرض رسمي للنادي الاهلي بخصوص وليد ازار هيتم التفكير فيه بشكل دقيق. بمعنى النادي الاهلي بيمتلك لعيب مميز، مش هيتخلى عنه بسهوله. لو جاله عرض مش هيتخلى عنه بسهوله، ولعيب مقيد معاك في القايمه الافريقيه، والبطوله الافريقيه هدف بالنسبه لكل الاهلاويه في الحقيقه يعني. فبالتالي حتى لو جه عروض هيبقى فيه تفكير كويس، مصلحة الأهلي ومصلحة اللاعب. لكن هو مفيش عروض. مثلا في الوقت بيقول لك إيه؟ بيقول لك محاولات لتسويق أزار، مفيش محاولات لتسويق أزار. اللاعب لو جاله عرض هيبقى فيه تفكير زيه زي أي لعيب. أشوف مصلحتي أنا إيه كنادي ومصلحة اللاعب. مش بتكلم بقى هنا على أزارو بس، بتكلم على كل اللاعبين في النادي الأهلي. فبالتالي مفيش محاولات لتسويق أزار. المصري اليوم، الاهلي بيقول لك الاهلي بيعرض ازارو للاعاره تجنبا لبيعه باقل من قيمته التسويقيه. طب ايه اللي هيزنه الاهلي ان هو يعمل كده؟ هل هو معاه لعيب يعني ما بيعرفش باصي؟ عنده مشكله ما؟ عنده اصابه مثلا خطيره؟ لا، بالعكس، النادي الاهلي عنده قيمه كبيره، متمسك باللاعب بتاعه. احنا كده يا جماعه، احنا كده مش بنتكلم في مصلحه النادي الاهلي لو هناخد الاتجاه ده بصراحه يعني. ان لازم نطلع اعاره بقى واحنا خايفين يجي لنا سعر قليل فيه. ليه؟ عشان ايه كل ده؟ خسرنا بطولة، خرجنا من كاس مصر، لكن ازارو ساهم في الدوري. متفق معاك، متفاهم جدا جدا ان اللاعب بيمر بحالة صعبة، وان اللاعب مش موفق في احراز الاهداف، تمام. بس مش معنى كده ان انا اموت الدنيا خالص بقى يعني، ده مش نافع، لا مفيش الكلام ده. لو تفتكروا حضراتكم فلافيو اول ما جه اول موسم ليه مع النادي الاهلي كانت نفس النغمة بالظبط اللي بتحصل مع وليد ازارو دلوقتي. فلافيو هيمشي لانه ما جابش غير جون بدماغه كده بالصدفه، وان فلافيو هيمشي وان الاهلي بيبحث عن عرض لفلافيو، وان جوزيه مش عارف متمسك باللاعب، وان ساعتها في الاخر فلافيو ايه؟ يا ريتنا نلاقي زي فلافيو. سلام، لعيب جاب اهداف ما شاء الله كتيره جدا جدا مع النادي الاهلي، وسطر تاريخ كبير مع الفريق يعني. فاعتقد الفتره دي هو ده اللي بيحصل مع ازارو. وفي نفس الوقت باذن الله ازارو هيرجع لمستواه وهيؤثر مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. وده كله احنا دلوقتي بنتكلم على اللعيب، بس كله في الاخر يرجع لايه؟ للناس المسؤولين في النادي الاهلي، سواء كجهاز فني، لجنه التخطيط، كابتن محمود الخطيب، هم المسؤولين عن كل هذه الملفات. احنا دورنا بس ان احنا بنحاول نوضح بعض الامور اللي ممكن البعض يكون نسيها شويه يعني. مزاد على بيع ازارو من الشروق، خلاص الكلام ده انا اتكلمت فيه. موضوع ازارو كمان، قال لك في الاهرام ازارو يجمع متعلقاته قبل الرحيل، ما حصلش. ازارو في اجازه، واخد اجازه بناء على طبعا تنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، سافر وراجع، مفيش اي مشكله خالص. فانا جمعت يعني، حاولت طبعا مع حضراتكم ان انا اجمع كل
الاخبار اللي اتكتبت على ازارو عشان نقفل هذا الملف تماما. نخش بقى في اللي بعده. الوفد بتقول ان الاهلي يفاضل بين اوتوري ودوراتي وينتظر اشاره زوران. اسماء ممكن كانت تكون مرشحه في قائمه الاسماء المدربين المرشحين لتدريب النادي الاهلي، وارد ان يكون حد منهم هو المدير الفني القادم، وارد ان ما يكونش حد منهم هو المدير الفني القادم. كلها اجتهادات لها كل التقدير والاحترام. الناس بيشوفوا شغلهم وبيحاولوا ان هم يوصلوا المعلومه، وهي هو ده الاعلام في الحقيقه يعني. لكن حضراتكم برضو بمنطقيه وعقلانيه اكيد تابعتوا كل هذه الاسماء والجنسيات الكتيره اللي قالوا انها هتمسك النادي الاهلي، واللي قرب واللي بعد وكل هذه الامور. فطبيعي جدا ان ممكن تتفاجئ بمدرب اسم مختلف عن كل هذه الاسماء، ووارد بصراحه زي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان يطلع اسم منهم هو مدير فني للنادي الاهلي، لان كل الاسماء اتقالت بصراحه، كل الاسماء اللي في الدنيا اتقالت يعني. نروح للشروق. النادي يحدد 5 ملايين دولار، ده على موضوع ازارو يعني، واحنا اتكلمنا فيه ومهاجم مغربي وكل هذه الامور. خلاص احنا علقنا على موضوع ازارو. عايز اروح للاهرام فيما يتعلق بالمدرب بقى بخلاف ازارو يعني. الفريق بيبدا الاستعداد لدور ال 32، ده من الاهرام. طبعا احنا عارفين ان احنا هنلاعب بطل غينيا الاستوائيه في دور ال 32، واكيد هيبقى او هتبقى مباراه مهمه جدا احد ايام 13 او 14 و15 من شهر 9 القادم. بالتالي هيبقى لسه في كلام على موضوع السوبر مصري ما بين الاهلي والزمالك، المفروض يوم 18. هل هيتم تاجيله؟ لا اعتقد انه هيتم تاجيله طبعا، لان مباراه الذهاب للنادي الاهلي هتكون بره، فسفر طويل وكلام من ده. لكن جزئيه المدرب سريعا قبل ما نروح للفاصل، هم كاتبين المدرب في علم الغيب، نفس الصحيفه دي ونفس الصحفي اتكلموا خلال الايام الماضيه على بعض الاسماء، دلوقتي بيقولوا المدرب في علم الغيب. فدي جزئيه ايجابيه جدا عند النادي الاهلي ان في سريه وتكتم شديد بخصوص المدير الفني. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل كل الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف. يلا بينا. طيب لسه معانا اخبار كثيره جدا اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. خلينا نروح للدستور واللي بيتكلموا على ان النادي الاهلي في اتجاهه للتعاقد مع مهاجم جديد، ان في وفد من الاهلي في الكونغو لحسم صفقه موليكا مقابل 2 مليون دولار. ده على عهده الدستور، لكن الحقيقي ايه ما نقدرش نعلق، لان ممكن يكون النادي الاهلي فعلا بيفكر في مهاجم والتعاقد معاه، ممكن يكون حدد اسماء مش اسم واحد يختار ما بينهم يعني، ممكن يكون خد اتجاهات في التفاوض، امور كلها ما فيش اي شيء رسمي بيها، لكن الكلام ده على عهده الدستور. احنا بنحاول دايما يعني نعرض على حضراتكم كل الاخبار اللي بتتكتب على الفريق يعني، لكن حتى الان ما فيش حاجه اكيده خالص خالص يعني. المسا، الاهلي يبحث اسرار كانو سبورت الغيني. طبعا احنا عارفين خلاص هنقابل فريق كانو سبورت الغيني بعد ما فاز على فريق ميكلي من اثيوبيا على ما اعتقد، وخلاص المباراه هتكون احد ايام زي ما قلت لحضرتك 13 14 15 هناك في غينيا. فبالتالي النادي الاهلي بيحاول يجيب كل المعلومات عن هذا الفريق عشان يعرف ازاي باذن الله يواجهه وازاي يقدر يتغلب عليه باذن الله يعني ان شاء الله. الفريق هيستأنف مرانو غدا زي ما معروف، لان الفريق كان واخد 3 ايام راحه بعد المباراه الاخيره امام اطلع بره والفوز بنتيجه 9-0 والتاهل لدور ال 32، بالتالي 3 ايام راحه. الفريق بكره ان شاء الله تحت قياده كابتن محمد يوسف، وربما يكون المدرب الجديد، لكن حتى لو المدرب الجديد تم الاعلان عنه مش هينزل تدريب بكره يعني. لكن في كل الاحوال بكره كابتن محمد يوسف متواجد مع الفريق في تدريبات جديده واستئناف لهذه التدريبات استعدادا لما هو قادم من تحديات مختلفه، اقربهم واولهم طبعا استمرار التحدي الافريقي ودور ال 32 من هذه البطوله. نروح للجمهوريه. خبر نعلق عليه برضو. بسبب كثرة المدربين الأجانب المرشحين لقيادة الفريق الأهلي محتار في الاختيار. الأهلي مش محتار خالص. الأهلي استقر على 3 أسماء زي ما هم أعلنوا امبارح أو زي ما النادي أعلن امبارح، ممكن يكونوا بقوا اسمين كمان يعني، وبيختار ما بينهم أو اتجه
كمان في مفاوضات معاهم، يعني نشوف مين اللي يقدر يتعاقد معاه، والاثنين بالمناسبه او الثلاثه يعني مناسبين جدا جدا للنادي الاهلي، واسماء مميزه وسي في محترم وعقليه كمان محترمه، لان في بعض الاحيان العقليه بتاعت المدرب والشخصيه بتاعته بتبقى اهم من السي في، لان احنا شفنا مثلا مستر مانويل جوزي كانت شخصيته رائعه، ما كانش عنده سي في قبل ما يجي اول مره النادي الاهلي، لكن شفنا مدرب تاريخي للنادي الاهلي. فهي دي كلها حسابات بيفكروا فيها المسؤولين في النادي الاهلي، مفيش حيره خالص يعني، مفيش حيره في الاختيار يعني، تم الاستقرار على اسمين او ثلاثه، وفي المفاوضات يعني الامور ماشيه بشكل كويس. نروح للاخبار، الاخبار بتقول ان البرازيلي ريكاردو على اعتاب خلافه لاسارتي في الاهلي، قضيه اختلاس تبعد ماميتش واجايه في طريقه للرحيل. طب يا جماعه استقروا، اجايه اللي هيمشي ولا ازارو؟ مين فيهم اللي هيمشي؟ بعض الصحف تقول لك ازارو، معظمها النهارده الاخبار بتقول اجايه في طريقه للرحيل. طب الاهلي هيمشي الناس كلها؟ طيب ولا مش منطقي يا جماعه، مش منطقي. الاثنين ازارو اتكلمنا عنه، اجايه بقى قيمه ولاعيب مهم قوي قوي، وارد برضو ان يمر اي لعيب، وارد ان يمر بفتره ما يكونش موفق فيها واداؤه مستواه يقل شويه، ده طبيعي، دي كوره يا جماعه، دي كره قدم يعني، اكيد حضراتكم عارفين الكلام ده كويس، ان اي لعيب ممكن وارد ان هو يتعرض لدروب في مستواه يعني. لكن اجايه لعيب كبير برضو وساهم في انجازات كتيره مع النادي الاهلي، واداء كان اكثر من رائع، وبعض الاحيان النادي الاهلي ما كانش يقدر يستغنى عن تواجد اجايه في ارض الملعب. فهقول لحضراتكم على حاجه، دايما الفترة اللي هي ما بيبقاش فيها ماتشات بيبقى فيها أخبار كتيرة مختلفة، ومعظمها بيبقى غير حقيقي بصراحة، ومعظمها لإن أنا أقول خبر أو إن يبقى فيه أخبار تتكتب عن النادي الأهلي، المعظم يعني في الحقيقة عشان ما أعممش على الكل. لكن أجاي موجود في النادي الأهلي، الأمور كويسة، هو أزارو الدنيا تمام يعني، مفيش أي مشكلة خالص. طيب دي كانت أخبار الأهلي في الصحف، لسه في أخبار عن النادي الأهلي في المواقع، خلينا نروح نشوف. سوبر كورة، الأهلي يتجه للتعاقد مع مدرب أوروبي. وان ثري، خورخي فوساتي يدخل دائرة اهتمامات الأهلي. في الجول، فوساتي الأهلي اتصل بي بالفعل وهذا موقفي. صدى البلد، مدرب الأهلي الجديد ريكاردو جوميز الأقرب لتولي تدريب الأحمر، إنجازات أوروبية وهزيمة أمام الزمالك. موقع الكابتن، الأهلي يحدد ملعبه الرسمي في الموسم الجديد للدوري الممتاز. فيتو، الأهلي يبدأ التنسيق مع سفارة مصر في غينيا الاستوائية. الشروق، رمضان صبحي لن أنسى هذه المباراة مع الأهلي. اليوم السابع، رامي ربيعة يجري أشعة سونار لتحديد مدة غيابه عن الأهلي. الفجر الرياضي، اتفاق جنتلمان ينهي أزمة الهارب سليماني كولوبالي. بصراحة أنا أكتر واحد نفسي الأهلي يعلن عن المدير الفني الجديد، لأن في الحقيقة الحلقات بقت كلها شبه بعض من كتر ما الأخبار اللي بتتكتب عن النادي الأهلي ومدير الفني الجديد كلها زي بعض، فدايما الكلام بيفضل كتير على، وده شيء طبيعي في الحقيقة يعني. في نفس الوقت الواحد نفسه إن المدير الفني يتم الإعلان عنه عشان نخش بقى في أخبار مختلفة، نعلق على حاجات مختلفة، يبقى في حاجة جديدة يعني. لكن خلينا نروح للسوبر كورة، موقع سوبر كورة اللي بيقول إن الأهلي يتجه للتعاقد مع مدرب أوروبي. هما بيقولوا كده بناء على ان كانت ترشيحات من اوروبا ومن امريكا، مدربين هم اللي يتولوا مسؤوليه النادي الاهلي، فبيقولوا من وجهه نظرهم او من خلال اجتهادات معينه ومعلومات معينه ان الاهلي اتجه للمدرب الاوروبي، ما يكونش مدرب من امريكا بعد تجربه لاسارتي يعني. لكن برضو اللي عايز اكده لحضراتكم ان المسؤولين عن الملف ده في النادي الاهلي صعب قوي انك تخرج منهم معلومه، مش هيروحوا كده لاي زميل اعلامي او صحفي يقولوا له خلي بالك احنا هنجيب فلان الفلاني، ما فيش الكلام ده، ما بيحصلش، او على اقل تقدير ما بيحصلش في النادي الاهلي، ممكن يكون بيحصل في انديه اخرى ممكن، لكن في النادي الاهلي ما بيحصلش الكلام ده. مش هيجي واحد يروح جايب حد من حبايبه الصحفيين او الاعلاميين خلي بالك احنا بنخلص مع كذا، مش دي خالص سمه النادي الاهلي، فبالتالي كلها اجتهادات، مؤكد كل ده اجتهادات يعني. فهنشوف على مدار الساعات القادمه يعني.
نروح لوان ثري، احد المدربين اللي كانوا مرشحين او اللي ممكن يظلوا مرشحين لتدريب النادي الاهلي، خورخي فوساتي يدخل دائره اهتمامات الاهلي. هو مش لسه هيدخل مدرب جديد دائره الاهتمامات، خلاص دائره الاهتمامات كانت مليئه ببعض السيفيهات وتم الاستقرار على 2-3 منهم يتفاوضوا معاهم، زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، زي ما النادي الاهلي طلع امبارح قرار او بيان يعني او خبر يعني. فوارد ان خورخي فوساتي ده يكون متواجد يعني. في المقابل في الجول هم جابوا اتصلوا بالراجل فوساتي وقالوا له ايه محيط الاتصالات مع النادي الاهلي، قال النادي الاهلي فعلا عمل اتصالات على حسب التصريحات للراجل في موقع في الجول، وان موقفه ان الموضوع مع وكيله هو الادرى بتطور هذه المفاوضات، وفي نفس الوقت بيقول ان هو طبعا مدرب ريفر بليت الارجنتيني، فبيقول ان في نفس الوقت انا ما اقدرش اسيب الفريق دلوقتي، لسه قدامي اسبوعين على نهايه الدوري، ممكن بعديها افكر ان انا اروح اي مكان يعني. فقال ان الوكيل بتاعي هو اللي معاه الاحاديث كلها، هو عارف اخر الاخبار ايه، انا مش مطلع على الاخبار وكل الجديد يعني. طيب نروح لصدى البلد، مدرب الاهلي الجديد ريكاردو جوميز الاقرب لتولي تدريب الاحمر، انجازات اوروبيه وهزيمه امام الزمالك. انا مش هنتكلم عن انجازات وسي في حد معين غير لما يتم الاعلان عنه بشكل رسمي يعني، مش شرط يكون ريكاردو جوميز خالص يعني، هنعرف برضه في العيال ساعات او يوم ولا حاجه يعني، 48 ساعه ممكن خلال 48 ساعه نعرف يعني مدير فن. نروح لموقع الكابتن بيتكلم في حاجه ثانيه، الحمد لله حاجه ثانيه، الاهلي يحدد ملعبه الرسمي في الموسم الجديد للدوري الممتاز. الملعب الرسمي اللي تم تحديده ده بناء على تصريحات طبعا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واللي قال ان احنا كنا خاطبنا اتحاد الكره او اللجنه او العميد ثروت سويلم اللي كان المدير التنفيذي لاتحاد الكره قبل ايام، وقلنا لهم بعد ما طلبوا مننا الملاعب الاهلي عايز يلعب عليها، قلنا لهم الملاعب استاد القاهره استاد السلام دول الاولويه، لو في اي طوارئ هيبقى استاد برج العرب في البطولات الافريقيه فقط او في بطوله دوري ابطال افريقيا فقط، فهي دي ملاعب القاهره، استاد القاهره طبعا ده اهم بالنسبه لكل الاهلاويه، استاد السلام من ضمن الملاعب المميزه، واخر خيار خالص يعني ده ظروف يعني مقفوله جدا ممكن يبقى برج العرب، وبالتحديد طبقا للمكتوب في الخبر وتصريحات العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان ده في حاله البطوله الافريقيه فقط يعني. طيب نروح لفيتو، الاهلي يبدا التنسيق مع سفاره مصر في غينيا الاستوائيه، اكيد هيبقى في تنسيق من خلال الكابتن سمير عدلي، تواصل مع سفاره مصر في غينيا الاستوائيه عشان نعرف اخر الامور التطورات والسفر مقر الاقامه، دي امور اداريه في الحقيقه بيقوم بيها الكابتن سمير عدلي مدير اداري الفريق على اكمل وجه في كل سفريه للنادي الاهلي، راجل بيعمل مجهود في صمت مميز جدا جدا الكابتن سمير عدلي، قيمه اداريه كبيره متواجده في النادي الاهلي في الحقيقه يعني، فدايما النادي الاهلي مطمن في الجزئيه دي تحديدا. نروح للشروق وتصريحات لرمضان صبحي، وهي تصريحات كانت في الموقع الرسمي للنادي الاهلي او الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر، وهو اتكلم فيها على اهم مباراه بالنسبه له مع النادي الاهلي او المباراه اللي مش هيقدر ينساها، المباراه هي مباراه الاهلي والزمالك في السوبر المصري اللي كانت في الامارات في ملعب العين، والاهلي فاز بنتيجه 3-2 في هذه المباراه، كان ساعتها الزمالك بطل الدوري وكاس والاهلي جه كسب السوبر في مباراه كانت رائعه فنيا في الحقيقه، شفنا فرقتين كانوا جامدين قوي وقدر النادي الاهلي يحسم هذه المباراه في النهايه، فرمضان صبحي بيقول يعني دي اهم واغلى مباراه بالنسبه له مش هيقدر ينساها مع الفريق. في المقابل عايزين نروح للاعب اخر من اليوم السابع رامي ربيعه، يجري اشعه سونار لتحديد مده الغياب عن النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، احنا عارفين ان رامي ربيعه جاله اصابه في العضله الخلفيه، شد في العضله الخلفيه الحمد لله الشد خفيف، في اشعه برضو زياده في الاطمئنان، الاشعه دي هتحدد مده غياب رامي ربيعه باذن الله ما تكونش مده كبيره، لان احنا شفنا مدى قيمه رامي ربيعه ولما رجع لمستواه ما شاء الله عليه كان كويس جدا ومؤثر جدا في خط دفاع النادي الاهلي، وفي الحقيقه النادي الاهلي مش في غنى عن اي حد من اللاعبين المتواجدين في القائمه، عايزين دايما باذن الله، طبعا الاصابات وارده وطبيعي ان هي بتحصل بس نتمنى بقدر المستطاع ان النادي الاهلي يقدر يكون متاح بالنسبه له كل اللاعبين الموجودين في قائمته، لان اللاعبين كلهم مميزين جدا جدا، والاهلي بيحاول طبعا يتجنب الاصابات من خلال جهاز الاستشفاء اللي جه من خلال المركز الطبي والتدريبي اللي معمول اسفل مدرجات النادي الاهلي الجديده في الجزيره، الامور كلها ماشيه بشكل مميز جدا، ورامي باذن الله يعود سريعا، بكره هنعرف اخر اخبار رامي بالتحديد بعد اجراء هذه الاشعه. طيب نروح لاخر خبر معانا من الاخبار كتبت عن النادي الاهلي في المواقع من الفجر الرياضي واللي بيقول ايه؟
بيقول اتفاق جنتلمان ينهي ازمه الهارب سليماني كوليبالي. احنا عارفين ان امبارح خرج تصريحات من مسؤولين في النجم الساحلي اللي هم دلوقتي تعاقدوا مع سليماني كوليبالي الهارب من النادي الاهلي، تعاقدوا معاه في يناير، فبالتالي في عقوبه على اللاعب 1,400,000 دولار لازم يسددهم للنادي الاهلي، وميعاد التسديد لازم يكون قبل يوم 2/9 اللي جاي ده عشان يحق ليه ان هو يلعب لما ان شاء الله يرجع من الاصابه يعني. فبالتالي النجم الساحلي بيحاولوا في مفاوضات مع النادي الاهلي طبقا للخبر وطبقا للتصريحات اللي قالها المسؤول عن فريق النجم الساحلي او مدير الكره بالتحديد امبارح او المتحدث الرسمي كمان هو اللي اتكلم، لكن مدير الكره هو اللي هيجي مصر عشان يتفاوض بهذا الشان. هما بيتكلموا ان احنا ممكن ندفع 900,000 دولار للنادي الاهلي ونخلص الازمه، والموضوع مادي بحت يعني. في المقابل النادي الاهلي اكيد هيحافظ على حقوقه وعارف ان في او الكلام المعروف طبعا ان في 1,400,000 دولار ده حق النادي الاهلي في اللاعب. العلاقات بشكل عام مميزه جدا ما بين اداره الاهلي والنجم الساحلي، وهنشوف اكيد اداره النادي الاهلي هيكونوا او هياخدوا القرار الاصلح واللي هيكون في مصلحه النادي بكل تاكيد زي ما تعودنا، وده هيبان خلال الايام القليله جدا المقبله. طيب دي كانت ابرز واهم الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف. لسه عندي اخبار محليه وعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، اخبار كتيره جدا هنستعرضها دلوقتي، وبعد كده نطلع لفاصل نستقبل ضيفنا العزيز استاذ محمد الاوسي. خلينا نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. اليوم السابع، اتحاد الكره يعرض على الانديه تحمل 500,000 دولار لتطبيق تقنيه الفيديو. سوبر كورة، اللجنة الخماسية تدرس تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ل 66 نادي. في الجول، اتحاد الكرة مدرب المنتخب المصري التزاما بتوجيهات الدولة. ضوابط أخبار اليوم الطويلة، حكم إلغاء الهبوط غير قابل للطعن واتجاهان أمام اتحاد الكرة. مبتدا، اول تعليق من اتحاد الكره على حكم الغاء الهبوط. الشروق، الليله الاتحاد السكندري يصطدم بالعرب الكويتي في كاس محمد السادس، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. 1-3، محمد مسلحي، مباراه العربي الكويتي صعبه للغايه واثق في قدرات لاعبي الاتحاد على الفوز باذن الله. البوابة سبورت، اليوم المقاولون يطير إلى كرواتيا ويخوض 3 وديات. صدى البلد، جيانا فاروق تحصد برونزية 61 كيلو جرام في الكاراتيه بدورة الألعاب الإفريقية. فيتو، منتخب الطائرة يلتقي نيجيريا في ثمن نهائي مونديال الناشئين بتونس. صدى البلد، الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية للجولة الثالثة. الشروق، نجم مانشستر يونايتد السابق، لم أرى ركلة جزاء رائعة مثل التي سددها صلاح. المصري اليوم، العرض المالي لجلاتا سراي يصدم النني. بوابة الأهرام، بوجبا يتعهد بمحاربة العنصرية من أجل الأجيال القادمة. يلا كورة، كلوب يفكر في قضاء فترة راحة بعد انتهاء عقده مع ليفربول. الفجر الرياضي، ميسي يغيب عن مران برشلونة الجماعي اليوم. جول، امبابي يغيب عن باريس سان جيرمان 3 أسابيع على الأقل. كورة، دياجو كوستا قريب من العودة للملاعب. طيب أخبار محلية وأخبار عالمية كتير معانا، هنعلق عليها بتفاصيل كتيرة جدا جدا جدا، وأخبار كمان أكتر عن النادي الأهلي هنتكلم عليها مع ضيفنا العزيز اللي بينورنا دايما دايما أستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير، في حديث هيكون شيق وممتع جدا، استنونا بعد فاصل.
بينورني ويشرفني في هذه اللحظات الاستاذ الكبير محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ أوسي منورنا. نورك يا كابتن امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي النادي الاهلي وجمهور الاهلي واعضاء الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله تكون حلقه خفيفه كالعاده يعني كالعاده تبقى حلقه خفيفه ومليئه بالاخبار والاحاديث الهامه جدا جدا على الساحه الرياضيه المصريه بشكل عام. عشت كنت موجود معانا انت امبارح؟ لا الحمد لله طبعا على السلامه والحمد لله امور مرت بخير الحمد لله. كان حاجه بسيطه جدا طبعا زي ما حضرتك حكيت، وامبارح الدكتور العدل رئيس القناه طلع بيان بهذا الامر بالظبط ووضحنا الكلام ده للناس. لكن للاسف الشديد في ناس يعني بتعشق الشائعات، بتعشق الاكاذيب، بتعشق ان هي تتحدث في اماكن بعيدا عن الحقائق. البعض تحدث ان الارسال قطع على قناه الاهلي ودي ما فيش يعني، ده احنا كنا يعني كنت برنامج على الهواء يعني. طب ازاي؟ طب يعني لو في قطع على قناه الاهلي اكيد ده طلعت فاصل. المخرج قال لي امير اطلع فاصل بسرعه، رحت طلع فاصل بسرعه ما كنتش عارف ايه. طبعا بالظبط كان طبعا يعني كلام غريب جدا، والحمد لله حاجه بسيطه وانتهت. وكان المفروض امبارح القناه تطلع الساعه 11 بس عشان كان في بقايا رائحه دخان في الاستوديو حفاظا على الناس وكده. محمد العدل فضل ان يحافظ على الناس كده، والامور طلعت. وفي ناس رهنت ان قناه الاهلي مش طالعه بس مباشر تاني وكله هيبقى تسجيل وحاجات كده غريبه جدا. الحقيقه الواحد سمعها طبعا حاجات لا تستحق الرد، لان الرد هو ما نحن فيه الان على الهواء مباشره في قناه الاهلي، وبدات برامجها في نظامها عادي جدا. فيا ريت الناس ما تبالغش وتستغل حاجات وتربط حاجات بحاجات وتتوقع حاجات غير موجوده وتقعد تالف على لمجرد ان هي تكسب شو على السوشيال ميديا. طبعا بالزبط. كل الكلام ده مش مظبوط. طبعا اكتر من حد تدخل في الموضوع وناس كتير اتكلمت في طرق واشياء غريبه جدا. انا مندهش حقيقه يعني لما يكون حد اعلامي او حد موجود في الشان الاعلامي، ابسط قواعد الاعلام وقواعد انك تنقل خبر انك ترجع للمصدر، ترجع للمصدر الاساسي وما تعتمدش على التخمين وتقعد تضرب حاجات وتتكلم في حاجات على اعتبار انك انت يعني العالم بالاسرار والعالم بالكواليس يعني. الكلام ده طبعا يعني اكتر من حد طبعا اتكلم فيه امبارح، وناس اتكلمت في فضائيات، ناس اتكلمت في برامج طبعا، لكن الواقع الان يكذب كل هؤلاء وان قناه الاهلي مستمره وبتبث برامجها على الهواء ما فيش اي مشكله، وان ما حدث بالفعل بالامس كان يعني ماسك كهرباء. طب نحلف لكم يعني نحلف لكم على المصحف ان كان ماسك كهرباء يعني، كان ماسك كهرباء وادي استوديو النادي الاهلي زي الفل الحمد لله. كان المنطقه دي كلها كانت مليئه بالامس بالدخان، والحمد لله عدت الازمه على خير وبدون اي خسائر وبدون اي شيء. ويا رب دايما بعيد عن الماس وعن الحرائق وعن النار. ده البعض قال لك ايه، قناه الاهلي تطلع برامج مسجله بس بعد كده خلاص. طب يعني اعتقد ان موقفه دلوقتي لحد اللي قال لي كده والله مش عارف يعني بالزبط. يعني انا مش عارف بالظبط مين، بس يعني ايا كان هذا او ايا كان اللي قال ده في برامج تلفزيونيه فاعتقد ان اكيد هو هيخجل من نفسه الان. اكيد اكيد بالظبط. يلا الحمد لله عدت على خير والامور كلها كويسه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هذه اللقطات من داخل استوديو قناه النادي الاهلي مدينه الانتاج الاعلامي. استاذ أوسي، عندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها كالعاده، ودايما انا عارف حضرتك بتتكلم بصراحه بالتالي الحوار بيكون شيق بشكل او باخر. خلينا نبتدي باتحاد الكره. تمام. وامبارح حصل ازمه كده وفي كلام ان خلاص في قرار هيبقى الانديه اللي هبطت ترجع تاني، والكلام اللي حضرتك اكيد تابعته وبتشوف كل هذه الاحاديث المترتبه على ما حدث من سوء اداره اتحاد الكره للمسابقات المصريه، اتحاد الكره السابق طبعا خلال السنه اللي فاتت. يعني انا مش حابب اهتم كتير جدا بفكره ان الغاء الهبوط دي يعني، لان دايما الفكره دي بيسعى اليها الهابطون. تمام. يسعى اليها اصحاب المصالح. كوي. يسعى اليها من فشلوا في المسابقه ويريدون ان ياخذوا حق ليس من حقه باي شكل من الاشكال، يستغلوا اي ثغره، يتكلموا عن اي حاجه يعني. على فكره يعني في اتنين من الفرقه دي هابطين، في فرقه هابطه من الدور الاولاني وفي فرقه هابطه من نص الدور الثاني، يمكن بتروجيت هو اللي كان قاعد لغايه اللحظات الاخيره او يمكن اخر اسبوعين في المسابقه. فالحقيقه يعني الناس تسعى لافساد منظومه كره القدم في مصر. يعني حضرتك طبعا عايز تلغي الهبوط والثلاثه اللي طلعوا ونجيب كمان ثلاثه عليهم ونعملوا 20 فرقه ولا 22 فرقه. طبعا امور مش مظبوطه وامور غير جيده وامور ناس يهمها مصلحتها الشخصيه، مصلحه انديتها، شو اعلامي بتعمله، اصوات عاليه بدا البعض يسير في هذا الطريق ويعتقد انه يعتبر ان الصوت العالي هو من سيصنع الفارق او من سيعطيه يعني يحول الباطل الى حق كما يحدث في بعض الاماكن وبعض الاوقات. انا شايف هذا الامر مرفوض تماما، وشايف ان هذا الامر لن يكلل بالنجاح وسيكون مصيره مصير فشل تماما. ما حدث بالامس هو
قبول الدعوه شكلا شكلا وما زال الموضوع تحت المناقشه وتحت البتاع، ولسه اتحاد الكره سيتدخل في الموضوع الحالي بقياده اللجنه الخماسيه المشكله، فالامور عاديه جدا وبسيطه. فهذا الامر دعنا منه لانه امور انا عارف ان ده مجرد بالونه بتتعمل لاحداث نوع من الارتباك في المشهد الكروي قبل بدايه الموسم، سيكون مسيرها يعني دبوس صغير كده هينهيها وتنتهي القصه وينتهي الامر يعني. طيب طبعا استكمالا للسؤال هتخش بقى على طبعا كان في مشاكل من الاتحاد السابق خلف مشاكل كتيره جدا، لان اداره الكره المصريه كانت لا تدار بشكل جيد بشكل عام خالص يعني خالص. وده اللي اوصلنا للوضع اللي احنا فيه، واوصلنا للفشل في ظهور بشكل سيء في كاس العالم وعدم حساب، وظهور بشكل أسوأ في كاس الامم الافريقيه اللي نظمناه اللي كانت صدمه عنيفه جدا لكل الناس، وختام سيء للمسابقه في نهايه الموسم، واصرار على انهاء المسابقه وايقاف المسابقه عشان 4 ماتشات بشكل غريب، فرق اهمها الاهلي ما خدش راحته الكافيه طبعا، والزمالك كان معاه والمقاولين وكان طبعا فرقه الجونه، لكن يظل الاهلي والزمالك لارتباطاتهم الافريقيه ان ما حصلوش على راحه، يمكن التانيين هيحصلوا على راحه كافيه يعني. فكل المشاكل اللي عملها الاتحاد السابق، المهم ان هو يعني خلاص ده اصبح ماضي واقيل من مواقعه او استقال ايا كانت الطريقه، المهم هو غادر مقعده في مقر اتحاد الكره في الجبليه، والان نتعامل مع مشهد جديد، مع صوره جديده، مع شخصيات جديده، مع دماء جديده بتبث في جسد الكره المصريه. يعني دعونا ننتظر ماذا سيفعل هؤلاء بقياده السيد عمرو الجنايني، دعونا من اي كلام، دعونا من اي مناقشات، نحن ننتظر افعال. يعني اي يعني نحن استمعنا الى كلام كثير، كلام يعني كبير من السيد عمرو الجنايني في اول مؤتمر صحفي، يعني دايما يعني ما تحكمش على شخص غير لما تسمعه وتشوفه، بعد كده تشوف افعاله. يعني يمكن كان الفيلسوف سقراط زمان يقول لك حدثني حتى اراك يعني صح. فهو الان يتحدث ونحن راينا صوره جيده، صوره جميله، صوره متفائله. الراجل قال انا جاي بشكل ما فيش اي حاجه في خلفياتي، كل ما كان ماضي لن نحاسبه على الماضي، سنحاسبه على الحاضر ونحاسبه على المستقبل، نحاسبه على تصرفاته ونصاحبه، نحاسبه على قراراته، نحاسبه على ادارته للكره المصريه في المرحله المقبله، هو ومجموعه العمل اللي موجوده معاه، سواء نائبه الدكتور جمال محمد علي وهو استاذ فاضل وعميد كليه التربيه الرياضيه باسيوط ولديه الكثير من الافكار، او الكابتن احمد عبد الله، او الكابتن محمد فضل، او السيده سحر عبد الحق. اعتقد كل دول منظومه هيديروا الكره المصريه. انا شخصيا رغم قله خبراتهم، رغم انهم اول ظهور لهم على المشهد الكروي في مصر، الا انا متفائل بالمجموعه دي. يعني البعض يقول ان خبراتهم قليله، لكن الذين كانوا في اتحاد الكرة أيضا عندما جاءوا كانت خبراتهم قليلة واكتسبوا خبرات، وعندما اكتسبوا خبرات لم يستغلوا هذه الخبرات لتحقيق نجاحات تفيد الكرة المصرية وتفيد هيتحاسبوا عليها، ما عندهمش مجاملات هيعملوها، فهيشتغلوا فقط لمصلحة الكرة المصرية. هذه فرصة تاريخية لهذه اللجنة كي تعدل اللوائح، كي تضبط المسابقات المصرية، كي تحدد عدد الفرق في المسابقات التالية، كي تصحح الكثير من الأخطاء الموجودة. أتمنى من هذه اللجنة بقيادة السيد عمرو الجنايني أن يحاول الهدف ده، والهدف ده لأن دول هدفهم مصر، وأعتقد أنهم هينجحوا لأن كلهم ناس نظيفة وعندها ضمير، وإن شاء الله يحققوا نجاحات طيبة بإذن الله. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بإذن الله. خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع دكتور عبد اللطيف صبحي استاذ التشريعات الرياضيه، ونتكلم معاه بخصوص موضوع الهبوط وعوده بعض الهابطين لبطوله الدوري وعدد كل هذه الامور، يعني عدد الانديه اللي هتشارك. ده شيء مهم يا دكتور، مساء الخير على حضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي للاستاذ محمد الكوفي. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. يعني تعليق حضرتك على كل الامور والاحاديث اللي خرجت امبارح بخصوص موضوع عودة الهابطين للدوري الممتاز بعد استنادهم لبعض الأسانيد اللي ممكن كانت بتؤدي لعدم تكافؤ الفرص على مدار المسابقة، على مدار طبعا الموسم المنقضي بالتحديد في بطولة الدوري. في الحقيقة طبعا يعني أحب إن أنا أوضح تشكيل التشكيلين، الشرط الأساسي هو الشرط القانوني البحث اللي كثير من الناس ما يعرفوش إن مركز تشريع التحكيم ليه شرطين، شرط مستعجل وشرط موضوعي. تمام. الشكل المستعجل ده اللي اتخذ فيه القرار امبارح ده قرار غير ناجح الا لما الشكل الموضوعي يتم اتخاذ القرار فيه. تمام. يعني ان ان الانديه اللي تم البتروجيت ونجوم المستقبل والداخليه هم مش هينزلوا مسابقه الدوري الا بعد النظر في الشكل الموضوعي. والشكل الموضوعي شكل كتير جدا عشان يتخذ فيه قرار، وعشان تطلع الصيغه التنفيذيه بتاعته محتاجه باقل من سنه، هيكون الدوري جديد. هيكون الدوري الجديد ده قرب يخلص. القرار
من الناحيه القانونيه، النص الماده 70 من قانون الرياضه هي عائق كبير جدا، اللي هي مرتبطه بمركز دور التحكيم، عائق كبير جدا قدام كل الانديه اللي عندها احكام في مركز دور التحكيم، ان عشان تجيب الصيغه التنفيذيه بتاعه الحكم بتاخد اجراءات تفاضل في محاكم القضاء المدني كتير جدا، فهناك عائق كبير جدا ان الصيغه التنفيذيه تيجي، فبالتالي ان حكم التسويه والتحكيم بالشكل المستعجل للانديه اللي تم اللي هي خدت الانديه الهبوط هيبقى هناك استحاله في تنفيذه غير في غضون اقل من سنه كامله، هيكون الدوري كمان ممكن 2020 2021 دخل فيه. فهناك استحاله في التنفيذ في الشكل الاول، في الشكل الثاني لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم هي المنوطه باداره المسابقه، مسابقه الدوري اكيد الاول المحترفين. فبالتالي اي قرارات بتتخذها فهناك موقف بالنية من الانديه، وهؤلاء الانديه الثلاثه لعبوا في المسابقه حتى اخر دقيقه فعلا حتى ما تم الترتيب من الاول للاخير. فبالتالي لجنه المسابقات حتى لو كانت اتخذت قرارات في وسط المسابقه بطريقه ممكن يعمل فيها مشكله، ولكن هناك موافقه ضمنيه من جميع الانديه على هذه الشروط اللي ترتب فيها الانديه من الاول في المركز الاخير، فبالتالي المسابقه تمت من بدايه النهايه حتى تم ترتيب الانديه. يبقى الشق الاول ان هناك استحاله في التنفيذ، الشق الثاني ان هناك موافقه ضمنيه من الانديه جميعا انديه الدوري الممتاز على شروط المسابقه اللي انتهت بترتيب الانديه من المركز الاول للاخير. يعني الموضوع صعب جدا، يعني زي ما حضرتك بتقول طبقا كمان للماده 70 في قانون الرياضه وكل هذه الامور، الموضوع صعب ان يحدث اصلا، وعباره عن دوشه كده بمعنى الدارج يعني حصلت. الموضوع طبعا من حيث القانون زي ما قلت لحضرتك ان عشان خاطر طبعا الاتحاد الكوره يتاخد شق الموضوع ويختار محكم والانديه تختار محكم ويحصل ترجيح لو الانديه قدام كمان ايه الاتحاد عشان يدعم قدامه 60 يوم للتعقيب، فالاتحاد هيدعم في اليوم ال 59 عقبال ما يختاروا كمان محكمين هتاخد شهر كمان، ادي بنتكلم ثلاث شهور ده مبدئيا، هيكون مر بالمسابقه ثلاث شهور مبدئيا، ويكون الدوري بدا الفرق اللي هي الحاليه وليس الفرق اللي يعني مش هيكون من غير بروجيكت وهيكون بالظبط بالظبط الثلاث انديه، عقبال ما ياخد اذا كمان الحكم اتحكم للانديه كمان بالرجوع تاني للدوري الممتاز هيكون في استحاله في التنفيذ، احنا كده ضيعنا ثلاث شهور من مسابقه الدوري بالظبط، عقبال ما يجي الصيغه التنفيذيه هيكون عدى اكثر من ست سبع شهور، فالقصه منتهيه وانا بقول لحضرتك القصه منتهيه، وان الدوري هيبدا من بدون الثلاث فرق ديت وترتيب الدوري سليم عشان بيقال طبعا ان الفريق الفائز في المركز الاول هو النادي الاهلي كمان مش هيفوز، لا الكلام ده مش مظبوط، واللي هيتم زي ما بقول لحضرتك ان اللي هيتم ان الدوري هيبدا بدون الانديه ديت، واحنا من عندك بقى بناش السيد وزير الرياضه ومجلس النواب في تعديل قانون الرياضه بما يسمح بتنفيذ احكام مركز التسويه والتحكيم، بما يسمح بتنفيذ احكام مركز التسويه والتحكيم ان احكام مركز التسويه والتحكيم غير قابله للتطبيق عشان نص الماده 70 بتقول ان اللي بيحط الصيغه التنفيذيه مش المركز، القضاء العادي. فالواحد لما بياخد اصلا مركز دور التحكيم ويطلع على القضاء العادي بياخد سنه او سنتين عقبال ما يجيل الصيغه التنفيذيه بتاعت الحكم. احنا عايزين المركز دور التحكيم ده، يعني احنا قانون الرياضه معطل. طيب يا دكتور لو تم اتخاذ القرار حتى لو الموسم الجديد خلص بعوده الفرق دي هيبقى الوضع ايه ساعتها؟ انت الوضع ساعتها بقى مش هيكون اقصى حاجه للفرق دي هيتعمل لها غرامه ماليه، ممكن المحكمه يدفع قضيه تاني اللي عمل غرامه ماليه تنفيذ، استحاله يرجع الدوري تاني. استحاله. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف صبحي استاذ التشريعات الرياضيه، واعتقد استاذ اوسي هو وضح الامور بشكل مفصل. يعني قلت لك هو بالون بيتعمل ومجرد لاشاره نوع من الدوشه اللي موجوده في راس قبل بدايه الموسم. تمام، ولن يكون هناك جديد لان فعلا زي ما قال لك الدكتور شق الموضوع على ما ينظر فيه سياخذ وقتا طويلا، ده اذا خدوا اصلا حكم اساسا يعني، وانا استبعد ان هم يدوا لهم حكم بالشق الموضوع وان هي قابل للتنفيذ يعني، فدي قضيه يعني مش عايزين نقعد نضيع وقتنا فيها كتير لانها لن يحدث فيها جديد يعني، بالظبط على فكره مش اول مره تحصل يعني، حصلت قبل كده كتير يعني، دايما احنا عندنا الحاجات دي بتحصل لما الناس عندها يعني، بس ان شاء الله القادم يبقى افضل يعني الكره المصريه بشكل عام. خلينا نروح لليوم السابع اللي كتبت خبر ان اتحاد الكره بيعرض على الانديه تحمل 500,000 دولار لتطبيق تقنيه الفار، هم قصدهم ان يعني 500,000 دولار نص القيمه اللي من خلالها هيتم استخدام الفار في الدوري المصري، القيمه كلها مليون دولار، يبقى نص مليون على الاتحاد
ونص مليون اخرين على كل الانديه 18 نادي، رايك ايه؟ ده معنى كده ان انا ليا 18 ماتش بتوعي هدفع فيهم 50,000 دولار يعني، طبعا مبلغ كبير جدا طبعا يعني مبلغ كبير جدا ومبالغ فيه يعني، ما اعتقدش ان في انديه هتقدر تتحمل هذا الرقم يعني. لكن اعتقد خلي بالك ال 500,000 دولار على كل الانديه على 18 نادي على حوالي 8.5 مليون جنيه. اه يعني واحد يدفع 8.5 مليون جنيه عشان عمليه الفار يعني بشكل كلهم يعني. هم قالوا ان هم هيطبقوه، قال هيطبقوه من بدايه يعني، هم حسب ما اعلنوا هيطبقوه بدايه من الدور الثاني. لان طبعا الفار بيحتاج لقدرات ماليه كبيره جدا وكاميرات وتجهيزات وحاجات ضخمه جدا وتدريبات وتجهيزات. نتمنى طبعا ان ده يطبق، وان شاء الله ده يطبق لان ده مطلب النادي الاهلي. يا ريت يطبق يعني. انا من وجهه نظري يعني في كلام كتير جدا اثير حول الفار وانه لا يحق العداله. لا يعني الفار هو الاقرب للعداله، او هو العداله اللي بتخلينا نخرج على الاقل واحنا صدورنا مرتاحه من كل القرارات، واي خلاف بتلجا ليه بتحسمه بالظبط يعني. يعني كان ممكن في 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 ماتشات، في ماتش مثلا ماتش الاهلي الاخير في كاس مصر لما اكتر من ركله جزاء ومنهم واحده لا تقبل الشك على بالزبط. الاطلاق اعتقد لو كان في فار ودي على فكره مش محتاجه فار اصلا يعني لكن كان يعني كان ممكن تحرجهم بشكل كبير جدا لو في فار يعني. لكن هم يعني هم يعني دي مش محتاجه فار لان احنا اللي قاعدين بره من اول من اللحظه شفتها، وكل خبراء التحكيم اجمعوا عليها اللي هي ركله حسين الشحات بالظبط يعني. يعني قد تتفق او لا تتفق على لمسه اليد فدي، لكن مع انها ركله جزاء لكن هي تقديريه، لكن دي ما فيهاش نقاش، دي فيها اعاقتين مره واحده في الموضوع. فلو كان فر هيكون الموضوع النادي الاهلي بيتعرض لظلم كتير جدا في هذا الامر، وعدد كبير جدا بيتعرض لنفس الظلم يعني. يا عم بص الاهلي عايز حقي وحقك طبعا، وكل الانديه بهذا الشكل يعني. فنتمنى ان لو طبق الفار حتى مهما كانت التكاليف من السنه اللي عدت يعني انفق ما يقرب من 10 ملايين جنيه. هو تقريبا يا استاذ اوسي كل نادي هيدفع 500,000 جنيه او اقل قليلا. شايف ان ده مبلغ معقول ممكن كل نادي عادي جدا ما فيش ازمه يعني، ده ممكن حتى يتخصم من مستحقاته من البث في اطار تطوير المساله، وان كل واحد ياخد حقه وان ما يتعرضش لظلم كبير يعني. في ناس من اللي هابطين يقول لك انا اتعرضت لظلم كبير، لا يا عم انا هحاول اقلل لك الظلم قدر الامكان. وفي النهايه انت ادفع مقابل ده بشكل معين، واعتقد يقدروا يجيبوا لها حلول ويقدروا يجيبوا لها رعاه ويقدروا يوفروا المبلغ باي شكل من الاشكال يعني. فايا كان المبلغ لو ده طبق يبقى شيء رائع وشيء مهم جدا، ونتمنى ان يطبق الفار في كل المسابقات المصريه يعني شيء مهم جدا. لكن يتم التدريب على ده والتجهيز ده والاستعداد ده، فده خطوه مهمه جدا طبعا وشيء جميل جدا من اللجنه الخماسيه ان هم يشتغلوا بهذا الشكل. هم وعدوا يعني بهذه الجزئيه في الحقيقه خلال المؤتمر الصحفي. هم الحقيقه داخلين بافكار كويسه، ويمكن برضه من الحاجات اللي انا قاريها النهارده ان هم بيحاولوا يعني يستنسخوا تجربه البريمير ليج. البريمير ليج فالدوري الانجليزي ده شيء مهم جدا. حسب ما اتكلمنا مع بعض إن لو انا ما كنتش قادر اعمل حاجه اقلد الاخرين بالظبط صح يعني، ما كنتش قادر ابقى زيك مشكلة. يعني على الاقل اقلدك وانت ما دام انت عندك لوائح وقوانين وبتعمل الصح وحققت نجاحات، وانا مش قادر ايه المانع ان انا اخد اللوائح والقوانين بتاعتك واطبق، ولو في حاجه مش مناسبه ليا احاول ان اعدل هذه اللوائح والقوانين بما يتناسب وظروفي انا كمجتمع مصري كدوري مصري كدوري محلي كدوري اقل احترافيه من الدوري الانجليزي، او بقدرات ماليه اقل بقدرات لاعبين اقل يعني. كان ممكن نعدل بعض التعديلات لكن اخذ الاساسيات واشتغل عليها. فاذا استنسخ التجربه الانجليزيه وعمل منها يعني استفاد منها بدرجه كبيره جدا، على الاقل يكون عندنا مسابقات منتظمه. يكون عندنا دلوقتي الدوري هيبتدي 1 سبتمبر ينتهي في 1 مايو مثلا يعني ايا كان يعني بالزبط. يبقى عندي بقى اي فرقه في الدوري المصري داخله معاها الجدول بتاعها وعارفاه وعارفه، لا سيما وان كل الارتباطات اللي موجوده في الكره المصريه معروفه. انت عندك كونفدراليه، عندك دوري ابطال، عندك بطوله انديه عربيه، عندك ارتباطات منتخب، الحاجات دي كلها عندك يوم الفيفا الماتشات الوديه مع المنتخبات، كل الحاجات دي معروفه ومحدده لمده سنوات بالظبط واخد بالك. فالمهم ده شيء كويس جدا وشيء مهم جدا. اتمنى لو نجحوا في عمل، لو الاتحاد على الاقل يعمل مسابقه منتظمه يبقى عمل انجاز كبير جدا للكره المصريه، لان عدم انتظام المسابقات هو افه الكره المصريه منذ عشرات السنين. مشكور الحاج عامر حسين على جهده الكبير، الراجل اللي بذله بشكل كبير جدا وبيغير وبيأجل وبيأجل متأجل مره واثنين وثلاثه واربعه لظروف خارجه عن ارادته، لكن في النهايه احنا عايزين منظومه واضحه ومنظومه محدده، عايزين منظومه لوائح وقوانين تبقى ثابته ومستقره وتطبق على الكبير قبل الصغير، بس تبقى واضحه جدا للناس وترسل لكل الناس، والناس كلها تبقى شايفاها وتبقى شايفه العقوبات وتبقى شايفه الحاجات دي وتطبق العقوبات، علشان يكون في انضباط في المسابقه، يكون في انضباط في الملعب، يكون في احترام للتحكيم، يكون في احترام للمسابقه، يكون في احترام من المسؤولين، يكون في احترام من الاداريين، يكون
يكون في احترام من المدربين. يعني احنا عايزين مسابقه يعني يبقى قانون ولوائح واضحه ومحدده بتديرها من خلال. وده شيء بيصير شيء مهم. عايز اروح لخبر اخر من سوبر كوره اللي بتقول ان اللجنه الخماسيه تدرس تقليص عدد اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد ل 66 نادي مع هذا الاتجاه. يقول لك ده تبقى للمعايير اللي خاصه الكلام ده في ابان في عز ما كانت الازمه مشتعله وتعرضنا لهجوم شرس جدا من بعض المحترمين من اعضاء الجمعيه العموميه. واحنا لما اتكلمنا يعني دايما اي مكان هتلاقي فيه الصالح والطالح، هتلاقي فيه الفاسد والصالح، هتلاقي فيه الصح وهتلاقي فيه الغلط. لكن كلما اتسعت المساحه كلما اصبحت الاخطاء كثيره. قلنا كثره عدد اعضاء الجمعيه العموميه بانديه غير مؤهله لهذا، ده بيسبب إساءة للكرة المصرية وبيسبب ضعف للكرة المصرية، لأن المجموعة دي هي اللي بتختار مجلس إدارة اتحاد الكورة. مجلس اتحاد الكورة لا يعتمد على الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد، دول بالنسبة له لا يساووا أي شيء، اللي هم أصل الكرة المصرية، اللي هم أساس الكرة المصرية، أو ال 18 نادي اللي في الدوري الممتاز. يعني بالنسبة لهم حتى لو ما خدتش ال 18 صوت بتوع الممتاز مش هيفرقوا معايا، لأن عندي لسه 230 ولا 240 صوت تانيين موجودين. لو شلت 50 كمان بما فيهم الدرجة التانية، أنا عندي مراكز الشباب والأندية عندي 200 ولا 180، ما يهمنيش دول. فده طبعا كان أحدث نوع من الاهتزاز الكبير، وبقت في ناس مسيطرة على حاجات كبيرة. يعني طبعا هيطلعوا كلام اللي بيقولوه ده يعني أفلحوا وإن صدقوا في تنفيذه. يعني يا ريت يقدروا يعملوا ده، يا ريت. أنا طبعا نحن مؤيدين لهذا أن يتم تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية. يا سيدي وأنت هتبقى منتسب لاتحاد الكورة واتحاد الكورة هيديرك وبتاع، لكن ما ينفعش أنك أنت يعني تتسبب في مشاكل كتيرة جدا وفي أزمات كبيرة جدا. أنا بتفق مع هذا الاتجاه، ولكن أعتقد أن هم هيواجهوا حرب ضروس في هذا الأمر. بس هي معايير الاتحاد الدولي بالمناسبة، هم عايزين يمشوا من خلال هذه المعايير. تقول لك القسم الأول والثاني طبعا بيضافوا للدوري الممتاز، يعني دول أعداد أعضاء الجمعية العمومية. بالظبط. ليه؟ لأن بالظبط ده نتمنى لو ده حصل، لأن إحنا لو اتكلمنا في هيبقى في 18 نادي في الدوري الممتاز، صعب جدا ان حد يقدر يسيطر عليهم، احد يقودهم طبعاً. في اتجاه معين، لان اكيد الانديه دي لها تطلبات وكله هيشتغل في مصلحه الكره المصريه وكله هيسير في هذا الطريق. نتمنى ان ده يحصل. لو 66 او اقل من 66، مع احترامنا طبعا لكل اعضاء الجمعيه العموميه، ونتمنى ان ما يسروش ويهيجوا بعد ما يسمعونا دلوقتي زي ما عملوا قبل كده ووجهوا لهم كل الاحترام والتقدير. طبعا لهم كل الاحترام والتقدير. وانا قبل كده لما المحت ان البعض بيقاد للتصويت، فاكيد في ناس محترمه جدا كتير جدا وهم عارفين نفسهم، والاخرين اللي كانوا بيتحركوا بهذا الشكل لمصالحهم الشخصيه وليس لمصالح الكره المصريه ايضا عارفين انفسهم ومعروفين، واعضاء جمعيه العموميه المحترمين يعرفوهم. وطبعا ده تقليص العدد ليس تقليلا من قيمه هؤلاء ولا طبعاً تقليلا طبعاً من احترامهم ولا تقديرهم، ولكن من اجل ان يكون هناك نقطه نظام ونقطه افاده للكره المصريه. طيب خلينا نروح لخبر اخر من في الجول، وان اتحاد الكره بيقول ايه؟ بيقول ان مدرب المنتخب مصري التزاما بتوجيهات الدوله، واحنا عارفين ان خلاص المدير الفني باذن الله هيكون وطني، وده شيء جيد في الحقيقه، واكيد المنتخب محتاج لحد يكون قادر يتعامل مع اللاعبين المصريين وعارف طبيعتهم بشكل كبير جدا. واعتقد المدرب الوطني هو رجل المرحله خلال الفتره القادمه، بغض النظر عن الاسماء المطروحه والاقرب. بتشوف الملف ده ازاي؟ انا شايف طبعا الملف ده يعني خلاص عمليه هو مدرب وطني مصري دي قضيه مفروغه منها طبعاً بعد طبعاً. ما اتفقنا جميعا سواء مشجعين او نقاد او اعلاميين او حتى مسؤولين حتى الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكيد طبعا كله متفق على ان المدرب المصري او الراجل المصري هو القادر على رفع العلم المصري في المحافل الكرويه، وده مهم جدا لان المدرب المصري هو الاكثر قربا من اللاعبين اللي يقدر يتعامل معاهم، خصوصا في المهام الوطنيه اللي يقدر مهام ومباريات بتحتاج نوع من الحماس ونوع من التشجيع ونوع من الحميه الكبيره جدا اللي ما يقدرش المدرب الاجنبي يبثها في لاعبي الدوله، لكن ده ممكن يحصل مع نادي عادي جدا ان مدرب بيقود نادي ما فيش مشكله، لكن ان يقود بلد ويرفع هو العلم الدوله، وده موجود في تجارب ناجحه، لكن احنا اللي نجح معانا المدرب الوطني طبعاً. احنا كل نجاحاتنا مع المدرب الوطني فعلاً. فاهلا بالمدرب الوطني ان شاء الله اللي هيقود اللي جاي. والاسماء المطروحه ما زالت هذه الاسماء بتتداول. الكابتن حسام بدري كان مطروح، كابتن حسن شحاته مطروح، في بعض الاوقات علت وارتفعت اسهم الكابتن حسام البدري، اوقات اخرى وهي الان اكثر ارتفاعا كابتن حسن شحاته حاليا
لكن لم يتم الاستقرار، كلها مداولات ومفاوضات بتجرى من هنا وبتجرى من هناك. نتمنى ان في النهايه صالح الكره المصريه وصالح مصر هو الذي يسود والافضل اللي يتولى الامر ان شاء الله. يعني متولي هذا الملف طبعا دكتور جمال محمد علي وكابتن محمد فضل وكابتن احمد عبد الله، هم المسؤولين عن اختيار. دي ناس محترمه طبعا ونثق في ضميرهم وفي امانتهم أكيد. وفي حبهم للبلد. يعني انت بتكلم على الدكتور جمال محمد علي، راجل استاذ كبير طبعًا جدا طبعًا في المجال الرياضي، استاذ التربيه الرياضيه، عميد كليه التربيه الرياضيه في جامعه اسيوط. وفوق هذا هو لم يكتفي بالمجال العلمي وارتبط بالمجال العملي، لانه منذ بداياته هو بيعمل مدربا مع فرق اسيوط، وقدر يصعد للممتاز وقاد فرقا في الممتاز وقاد منتخبات ناشئين وعمل في اتحاد الكره. يعني الراجل عنده خبرات كبيره جدا في المجالين بجانب المجال الاداري والاداره الرياضيه، وده مهم جدا. كابتن محمد فضل شفناه طبعا في كاس الامم الافريقيه أكيد مدير اللجنه المنظمه، ونجح بصراحة بشكل مبهر وشكل كبير جدا، يعني كادر مهم جدا وخامه. الدكتور احمد عبد الله من الناس المحترمه جدا الحقيقه، اللي عمرنا ما سمعنا عنه الراجل حاجه غير جيده او خرج منه كلام غير لائق. راجل محترم يعني ان شاء الله برضه تستفيد منه الكره المصريه مع باقي المجموعه باذن الله. طيب عايز اروح لدوره الالعاب الافريقيه بتونس والمغرب او بالمغرب عفوا، تونس هي اللي فيها مونديال كره الطايره. لكن عايز اتكلم بالتحديد بعض الابطال حاولنا بعض الميداليات، يعني جيانا فاروق مثلا حصدت برونزيه 61 كيلو جرام. ده حالا ده يعني ده اخر حاجه طبعا. ده النهارده تقريبا كاراتيه طبعا، ما كاراتيه بدل النهارده. وعندك كمان الكره الايه الطايره، لا اليد، كسبوا نيجيريا امبارح في دوري العالم. بتشوف ازاي هذه الامور وهذه النجاحات في الرياضه يعني المصريه بشكل عام، واللي بتمتد بعد الفوز بكاس العالم للناشئين لكره اليد وبرونزيه كاس العالم للشباب كره اليد؟ دي الدوره رقم 12 والحقيقه بنسير فيها بشكل جيد وشكل طيب وشكل متميز، بيؤكد على تفوق مصر وريادتها وقوتها وقدرتها على التعامل مع الدورات الكبيره كويس. وان هي يعني كبيره افريقيا وستظل باذن الله كبيره افريقيا. معانا منافس كبير جدا اسمه جنوب افريقيا بينافسنا بقوه، وكان ممكن يتغلب علينا في هذه الدوره لولا يعني وحوش السباحه، الاسماك المفترسه المصريه في السباحه اللي قدرت تحقق انجاز كبير جدا. يعني لغايه امبارح كنا عاملين 86 ميداليه، تلاقي السباحه منهم 41 ميداليه، يعني تقريبا 50% من قوتك. كانت جنوب افريقيا دي بتقهرنا في السباحه، فلما تيجي السباحه المصريه تحقق هذه الانجازات وتحقق هذا الذهب وتحقق الفضه وتحقق البرونز وتحقق يعني هانيا مورو 4 ذهبيات في السباحه، ما شاء الله حاجه عظيمه جدا، وهي افضل رياضي مصري حتى الان بال4 ذهبيات، فده شيء عظيم جدا وشيء يحسب للمهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه المصري، وشيء يحسب للرياضه المصريه بشكل عام. حتى الان يعني لغايه حتى قبل الهواء كنا وصلنا الى 88 ميداليه، اعتقد ان تقريبا وصلنا الى 90 الان إن شاء الله. وتقريبا وصلنا الى 30، يعني كنا 28 ميداليه ذهب بميداليه جيانا، وفي ميداليه ثلاث ميداليات خدناهم في الكاراتيه في وقت ظهور البرنامج، اعتقد ان احنا تقريبا نقترب من الميداليه 30. ملك سلامه خد ذهب، ملك سلامه خد ذهب طبعا، سلمونا يعني حاجه طبعا محترمه جدا. فالكاراتيه داخل بقوه، واحنا عندنا ابطال وبطلات عالم في الكاراتيه. داخلين بقى على الاوناش، اوناش الحديد اللي هي بدات من الامس وحققنا فيها بعض الميداليات، في 60 ميداليه في الحديد رفع الاثقال. دي مصر هتكتسح فيهم افريقيا على الاقل، على الاقل على الاقل مصر هتاخد 50% من الميداليات دي، وباقي افريقيا هتاخد 50% يعني لا قدر الله. وهيكون الذهب في الغالب باذن الله من نصيب المصريين، مما يرجح باذن الله كفه مصر بدرجه كبيره جدا للفوز بدوره الالعاب الافريقيه ال 12، ومعتاده ان احنا بنفوز بالدورات الافريقيه الا فيما نادر يعني. فان شاء الله طبعا انجاز كبير، انجاز عظيم. دول الرياضيين الحقيقيين اللي بيرفعوا رايه مصر، بيرفعوا العالم بالزبط. المصري، دول اللي بيقاتلوا وبينحطوا في الصخر ومحدش دريان بيهم، دول اللي حققوا حدقين ذهب وحاجات كبيره جدا وممكن يجوا محدش يسال عليهم. اتمنى ان الاعلام المصري يبدا بقى يغير من وجهه نظره، يبدا يغير من طريقته، يبدا يتعامل مع الناس دي بدرجه كبيره جدا وباهتمام كبير جدا، ويسلط عليهم الضوء. لما تشوف فتاه زي هانيا مورو دي حقق 4 ذهب، ده انجاز عظيم جدا طبعاً. ولسه هنشوف ولاد وبنات الاثقال هيعملوا لنا حاجات عظيمه.
اعتقد ان يستحق التقدير، اعتقد ان السباحه تستحق عندنا مواهب كبير جدا. استاذ يوسف في كل الالعاب في الحقيقه في مصر، يعني مصر مليئه دايما بابنائها اصحاب او اللي بيمتلكون المواهب المميزه اللي بتقودهم لهذه الانجازات يعني. طبعا طبعا الحمد لله ده بيكشف الاهتمام كمان في المعسكرات وكل هذه الامور، ويمكن في تخطيط اكبر للرياضه حاليا مع الدكتور اشرف صبحي. الحمد لله الامور بتسير بشكل جيد وفي توجيهات كلها جداً من فخامه الرئيس طبعا فتح السيسي يعني اكيد بالطبع يعني. وفي طبعا اهتمام كبير جدا بالمواهب بدرجه كبيره جدا، واعتقد ان دول يعني كلهم تقدير كبير جدا. والاهم ان شاء الله ان في العام المقبل يكون لنا بصمه كبيره جدا في الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020، في بذره كبيره جدا مصريه من المواهب في كل الرياضيات. عندنا اكتر من لاعب مرشح ان شاء الله باذن الله انه يحقق ميداليه اولمبيه جديده، فده كله بيرفع العالم المصري ويرفع شان العالم المصري. وعايز اشيد بمجموعه التنس الطاوله اللي اكتسحت كل الالعاب كل المنافسات، لدرجه ان في احدى السباقات مصر فازت بالذهب والفضه والبرونز، وكان الاعلام المصريه الثلاثه اعلام مصر في الزوج المختلط يعني. دي حاجه عظيمه جدا يعني. كمان فريق اليد بصراحه كسب نيجيريا النهارده 27-26 في مباراه صعبه جدا وقويه جدا يا استاذ اوسي. والناس دول في الحقيقه الناس دول بيعملوا مجهود كبير جدا في كره اليد وفي اللعبه دي بالتحديد المفرحان على مدار الايام السابقه يعني. كره اليد دي هي يعني فخر الرياضه المصريه، هي التاج الموضوع على رأس الرياضة المصرية. يا رب لهم كل التوفيق ولهم كل التقدير، وحاجة عظيمة جدا يا رب دايما بإذن الله. نروح للأهلي بقى. تمام، آخر أخبار الأهلي، لأن كلام كتير طبعا عن المدرب، كلام كتير على بعض اللاعبين. أنا عايز أبتدي معاك بقصة المدرب وآخر جديد في هذه أو في هذا الملف بالتحديد يا أستاذ أوسي من خلال معلوماتك. يعني دايما لما بنتكلم على مدرب الأهلي فالأهلي بيختار مدرب طبقا للشروطات معينة. كويس. وفي النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط وتطوير كره القدم بقياده الدكتور طه اسماعيل ومع الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، كل دول يعني دول اللي معاهم الملف، بالاضافه الى الاتصالات الخارجيه اللي بيجراها مجلس اداره النادي الاهلي بشكل واضح وشكل محدد. وضعوا اشتراطات ان يكون ليه بصمه، يكون ليه قيمه، يكون ليه تاريخ، يكون ليه سي في، يكون ليه اسم كبير، يكون محقق انجازات، يكون محقق بطولات، يكون بيشتغل تحت ضغوط زي اللي فيها النادي الاهلي. نادي كبير بيسعى البطوله، فدايما أكيد بيتعرض لضغوط وبيتعرض لمواقف لابد ما كانش المدرب عنده قدره على تحمل الضغوط دي مش يقدر يشتغل، مش يقدر يحقق نتائج طيبه. طبقا للبيان الرسمي الصادر مساء امس في الساعه المتاخره، دي كانت مشكله لسارتي انه ما كانش مقدر قيمه النادي الاهلي شويه نسبيا. يعني خلاص انا مش عايز اتكلم على لسارتي، خلاص انا اعتبر لسارتي مرحله وصفحه واغلقت. له ما له وعليه ما عليه، الراجل حقق يعني بطوله الدوري وفشل. لكن هي اهم نقطه من ضمن الاشتراطات يا استاذ اوزي اللي حضرتك قلتها، ان يكون عارف قيمه النادي الاهلي كويس قوي، وان هو يكون عارف ان لازم اي بطوله باذن الله يشارك فيها يكون بيفوز بهذه البطوله طبعاً. حتى لو ما فازش بالبطوله وده وارد في الرياضه، لكن تكون بتادي بشكل جيد. لا لا طبعا ده مهم جدا يعني، ما انت ممكن العب وادي وادي بشكل محترم وشيك وحق نتائج طيبه في النهايه. يعني ممكن يكون ما عندكش توفيق في بعض الاوقات، لكن في النهايه انك بتلعب. اللي واضح من خلال المفاوضات مع المدربين، والاهلي بيتفاوض مع مدربين عالميين، هم مدربي الصف الاول في التدريب على مستوى العالم بالظبط يعني. يعني الاهلي يعني مش بيتفاوض مع 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 صف ثاني ولا صف ثالث، لا ده بيتفاوض مع الصف اول. اسماء كبيره جدا. احنا طبعا ما ينفعش في قناه الاهلي نذكرها دلوقتي او نتكلم عنها، لان قناه الاهلي تعتبر مصدر من مصادر الاهلي، فلو اتكلم على حد اكيد البعض هيبدا يشتغل او يلمع الى هذا الامر في هذا الاتجاه. فالاهلي لما بيتحدث مع المدربين العالميين، المدربين هؤلاء بيبدو تفاعل كبير جدا مع النادي الاهلي، لانهم عارفين النادي الاهلي وعارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين اسم النادي الاهلي. طبعا انت بتتكلم على النادي الاكثر جمعا للبطولات في العالم، النادي وصل لمرحله الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه على مستوى العالم، فاسمه موجود واسمه مطروح ومنه ناس كبيره جدا، ودايما الاهلي بيعمل بصمات عالميه كل العالم بيسمع بيها، فده مهم جدا يعني. قلنا في ثلاث مدربين استقروا عليهم طبقا لما اعلن رسميا امبارح في بيان صادر من لجنه تطوير كره القدم، جاري انهاء المفاوضات معهم، والثلاثه على مستوى عالي جدا يعني. اي حد منهم اعتقد هيكون يعني ليه بصمه كبيره جدا وليه شخصيه كبيره جدا وليه اضافه كبيره جدا على الاهلي في المرحله المقبله. تتوقع الاعلان يكون امتى؟ ما اقدرش احدد لك وقت محدد يعني، لكن هو يعني ممكن اعلان النهارده، ممكن بكره، ممكن بعد 3-4 ايام. الاهلي لا يستعجل في هذا الامر كويس، لان الامور بتسير في اطار لانه ممكن نتفق مع مدرب واخر لحظه تبوظ تبدا تاني من تاني، وحصلت قبل كده. فبالتالي ما اقدر يعني ما حدش يقدر وما حدش يتوقع، ولم نصل الى معلومه من النادي الاهلي
بتقول ان خلال ساعات او خلال ايام او خلال يومين او ثلاثه ايا كان الوقت، ما فيش وقت محدد، لكن ممكن في اي وقت تفاجئ بالمدرب، وده اللي انا متوقعه. سنفاجئ بالمدرب في القاهره، ويخبر الاعلاميون بان مؤتمر صحفي سيعقد لتقديم المدرب الجديد للنادي الاهلي. توقع ده في اي وقت من الاوقات خلال الساعات المقدمه ان شاء الله. في جزئيه ثانيه عايز اسالك فيها استاذ اوسي، او اتكلم معاك فيها يعني بالتحديد، فيما يتعلق بالهجوم على مثلا او الكلام، مش عايز اقول الهجوم على وليد ازار، على ان رحيل اجاي، الكلام اللي احنا بنشوفه في الصحف وانا استعرضته في الحقيقه النهارده على مدار الحلقه، بتشوف الكلام ده ازاي ومدى تاثيره السلبي على النادي الاهلي وعلى فريق كره القدم؟ يعني الحقيقه انا طبعا يعني بعبر عن وجهه نظري الشخصيه طبعاً. وكل طبعا الاراء اللي بقولها دي بتعبر عن وجهه نظري الشخصيه، يعني أكيد. كصحفي او كناقد رياضي. اكيد انا هذا الكلام طبعا انا مش موافق عليه على الاطلاق، وكلام شايفه لا يليق ب اي حد بينتمي للنادي الاهلي. يعني الكلام ده مرفوض. اي لاعب في النادي الاهلي ارتدى تيشيرت النادي الاهلي اعتقد لابد ان يكون له كل التقدير وكل الاحترام. صح. والنادي الاهلي بيعمل كل ده، يعني حتى شفنا الاسبوع اللي فات لما الاهلي حتى بعض اللعيبه طلعوا اعارات او بعضهم تم بيعه بشكل نهائي، الاهلي كرموا واحترموا وقدروا ونزلوا شكر رسمي على صفحه الاهلي الرسميه. صح. لا صارت مش بشكل شيك وشكل محترم، حتى وان كان هذا الرجل او هذا اللاعب فشل مع الاهلي ففي النهايه بيمشي مع الاهلي بشكل شيك وشكل محترم. عمر ما النادي الاهلي حد خرج منه زعلان، عمر ما حد الاهلي خرج منه مهان، لان الاهلي بيدار منظومه بقيم ومبادئ محترمه. اذا اتفقنا فنحن مستمرون، انت بتحقق الاهداف، وما لم نتفق فربنا يسهل لك في حته ثانيه ويوفقك. طبعا ازاره يعني تتفق او تختلف ان ازار ده واحد من المهاجمين المميزين جدا اللي كان لهم بصمه مع النادي الاهلي في السنوات الاخيره. فعلا. ما نقدرش ننكر، يعني دايما بقول لك ولا تقول فضل بينكم. ازارو كان ليه فضل في اوقات كتيره جدا، ياما اسعد الناس وياما سجل اهداف وخد دوري ووصل لمرحله اللاعب الاجنبي الاكثر تهديفا في الدوري المصري. يعني دي كلها ارقام عملها ازارو وقدر يحقق نتائج طيبه. وارد جدا ان لاعب كبير جدا او لاعب هداف او لاعب مميز ان يحصل له بعض الكبوات في حياته ويتعرض لعرقله في موسم او في اثنين وقد يعود مره اخرى. يعني السوشيال ميديا بتعمل حروب كبيرة جدا على بعض اللعيبة. طبعا انا مقدر طبعا الفرص، ان طبعا ازارو اهدر بعض الفرص بالزبط. المهمة جدا اللي كان ممكن يعني تساعد الاهلي في تحقيق انتصارات، وخصوصا في الماتش الاخير ماتش كاس مصر، ما عندما اهدر فرصة يعني غاية في السهولة. لكن في النهايه ده وارد جدا في كره القدم، يعني نظل نحتفظ بقيمنا بادبنا باحترامنا بتقديرنا، واتمنى ان دي تكون مبادئ وقيم عند كل الناس وعند كل الرياضيين. يعني انا بتعاقد مع لاعب، هذا اللاعب نجح معايا اهلا وسهلا، ما نجحش يبقى ليه شكل محترم وصوره محترمه. فاتمنى ان الناس تستوعب هذا الكلام وتتعامل بهذه الدقه. ازارو ما زال على قائمه الاهلي المحليه والافريقيه. صح. اجاي ما زال على قائمه الاهلي المحليه والافريقيه، ولاعبين كبار يعني في الحقيقه، ولاعبين كبار يعني وارد جدا بنسبه كبيره جدا ان يستمروا. يعني مفيش كلام لغايه دلوقتي ان ازارو ماشي ولا اجاي ماشي طبعا. فلهم كل الدعم ولهم كل التحيه ولهم كل التقدير. يعني يا رب نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، ونتمنى للفريق الاول لكره القدم والنادي الاهلي كله كل التوفيق في كل المجالات وكل الالعاب وكل الانشطه داخل القلعه الحمراء. يا استاذ اوسي نورتنا وشرفتنا، ودايما بسعد بتواجدك معانا في الحقيقه. ربنا يخليك يا استاذ امير، تحياتي ليك وتحيات لكل عشاق النادي الاهلي، وبنأكد مجددا ان قناه الاهلي الحمد لله بخير، وان البث ما توقفش والبث شغال والبرامج مستمره اكيد تباعا بفضل الله سبحانه وتعالى. بالزبط. وعلى الناقلون للاخبار غير الصادقه ان يمتنعوا يعني وياخذوا الاخبار من مصادرها. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ اوسي، نورتنا وشرفتنا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.